خلونا نشوف مع بعض ايه الاخبار اللي حصلت امبارح. وكان ابرز هذه الاخبار: وزاره الداخليه وزعت حقائب مدرسيه بالمناطق الحضريه الجديده قبل الدراسه، وحمله 100 يوم صحه قدمت اكثر من 80 مليون و48 الف خدمه مجانيه خلال 50 يوم. كمان الاعلان عن 3744 فرصه عمل جديده في 82 شركه خاصه ب 13 محافظه. تفاصيل هذه الاخبار واخبار تانيه هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن وزارة الداخلية بتواصل توزيع الحقائب المدرسية على الأسر بالمناطق الحضرية الجديدة بمختلف مديريات الأمن بمناسبة العام الدراسي الجديد في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. وأنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين بدء موسم الدراسة، وتعزز قوات الشرطة من تواجدها بمحيط المدارس لتأمين دخول وخروج الطلاب مع تأمين المسارات والطرق المؤدية إليها. امبارح أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان تقديم 80,048,932 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة، منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية مساء يوم 31 يوليو 2024 وحتى مساء الخميس 19 سبتمبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان. امبارح أعلنت وزارة العمل إنها تلقت طلبات من 82 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 3744 وظائف متوفرة الآن في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القدرات الخاصة أو ذوي الهمم، وده برواتب مجزية بتحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي. وأوضحت الوزارة إن التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024 عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أيضاً أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.